بالعودة للحديث عن أسامة رشيد، أسامة رشيد لم يجري تدريبات اليوم باعتبار وصل متأخرا مساء إلى الدوحة، أمس لم يجري التدريبات وأول أمس لم يجري التدريبات. فنيا بدنيا قادر هذا اللاعب على المشاركة أو اللعب أساسيا أمام اليابان؟ يعني أعتقد من منطقيا أنه اللاعب يكون يعني حسابيا يكون خارج المباريات، اللاعب ثلاثة أيام بعد المباراة، ثلاثة أيام اللي ورت مباراة ما يتواجد بالتمرين، أعتقد منطقيا أنه يكون خارج حسابات المباراة لهواية أسباب، يعني لعدم أنه تواجد مع المجموعة، عدم استشفاء، عدم هواية أمور ممكن تطلع، بس يبقى الخيار للمدرب. أنا أنه سمعت ممكن أنه هناك يعني رحلته كانت نوعا ما مريحة، سهلة ومريحة، بس يعني مهما تكون رحلته سهلة، كابتن حيدر حضرتك مدرب، يقدر اللاعب يشارك بالواقع بالمنطق في مباراة آسيوية أمام اليابان بلحاظ أنه إحنا في هذا المركز نحتاج أسامة ونحتاج أي لاعب، لأنه أنت تعرف يعني عندنا مشكلة في هذا، نفتقد بعد ابتعاد أمجد نفتقد إلى لاعب بهذا المركز، ممكن أسامة رشيد اللي قدمه في المباراة السابقة يعني مركز مو ممكن نقول غطى مكان أمجد. بالنسبة للاعب يكون عنده خزين، كل لاعب وصل متمرس، لاعب متمرس في الدوري وفي المنتخب عنده خزين، ممكن راح يومين ثلاثة صح، يقول الرحلة هي يعني يمكن قريبة ورحلة كانت يعني مو شاقة، وممكن وحدة تدريب درب ممكن هناك، ممكن اليوم إذا تدرب هو وعاد الاستشفاء وقدر يعني ما تدرب اليوم ما تدرب يعني ثلاث أيام، يعني إذا ما تدرب ثلاث أيام أنا أقول لك ممكن يصير مشكلة إن شاء الله، وأتمنى ما يصير. مثلا إذا لعب بعض البوكان وما قدم راح يصير بينه وبين اللاعبين هذا اللاعب ثلاث أيام ما لعب وصل، أتمنى يعني يعني إذا أكو واحد بديل بوكانه وينطي، واكو عندنا احنا بدلاء اشوف اني تلافاها افضل. انت تيام انت تدرب كابتن علي.